بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنتحدث به عن الحركة الرأسية في مجال الجاذبية الأرضية وما يعرف بالسقوط الحر. لكن قبل أن نبدأ في هذا الدرس نذكركم بالاشتراك بالقناة ونشرها وكتابة أي تعليقات عن هذه الفيديوهات لتطويرها وتحسين من الجودة الخاصة بعرض المعلومات ونشرها عند أصدقائكم ومعارفكم لتعم الفائدة. ونبدأ على بركة الله. وعندما يسقط أي جسم ما من ارتفاع معين فإنه يكون تحت قوتين، قوة وزن الجسم وهي مرتبطة بجزئيتين، جزئية الجاذبية الأرضية وجزئية الكتلة، لأن الوزن هو عبارة عن كاف ضرب جيم، واتجاهها للأسفل لأنها تتأثر بالجاذبية الأرضية، واتجاه الجاذبية الأرضية يكون دائما في اتجاه مركز الأرض، والثانية مقاومة الهواء واتجاهه عكس اتجاه الحركة. وهنا عند إهمال مقاومة الهواء فإن الجسم يسقط تحت تأثير وزنه فقط، وهو ما يعرف بالسقوط الحر. فالسقوط الحر هو سقوط جسم رأسيا من ارتفاع ما تحت تأثير وزنه فقط بإهمال مقاومة الهواء، بمعنى أن سرعة الجسم تزداد كلما اتجهنا للأسفل ويكون التسارع مقدار ثابت. لماذا؟ لأنه يكون هو عبارة عن تسارع الجاذبية الأرضية ويساوي 9.8 متر لكل ثاني تربيع، ويعوض عنه بسالب 9.8 لكل ثالث 9.8 متر لكل ثاني تربيع، لأننا نحن نتحدث عن التسارع والسالب للاتجاه. فهل تؤثر الأرض على الكتل المختلفة تسارعها تكسبها نفس التسارع؟ هذا الكلام يأتي كسؤال عدل. ولكن قبل أن نبدأ، العالم الذي تحدث عن هذا النظرية هو العالم جاليليو. لاحظ هذا العالم، أنا عند رماية عدة أجسام، هذه الأجسام لو كانت خفيفة ولتكن على سبيل المثال ريشة، وأجسام ثقيلة ولتكن على سبيل المثال حجر، فنجد أن زمن وصول الريشة أو الورقة يكون أقرب بكثير عند عدم إهمال مقاومة الهواء. لماذا؟ لأن مقاومة الهواء للريشة تكون أكبر من مقاومتها للحجر، لكن عند إهمال مقاومة الهواء فإنهما تقعان في نفس الزمن، لأنهما تقعان تحت تأثير الجاذبية الأرضية. وهذا يكون كالتالي، عند قذف جسم إلى الأعلى فإن تسارع الجاذبية يكون سالب 9 متر لكل ثانية، ونحن نعوض في الأسئلة عن سالب، لكن يمكن استخدام تسارع الجاذبية ب10 متر لكل ثانية تربيع لتسهيل عملية المسائل الحسابية. وعند سقوطه تكون تسارع الجاذبية 9.8 سالب، والسالب هنا فقط للاتجاه. في أسئلة اختار لو جاء لك عند سقوط كرتان معدنيتان مختلفتين في الكتلة، فإن السقوط يكون طبعا سقوط حر. ماذا يعني بالسقوط الحر؟ السقوط الحر أي أنك أهملت مقاومة الهواء. فإن في مجال طبعا الجاذبية الأرضية فإن الكتلتين تصلان معا. وهنا يأتي لك بسؤال آخر، هذا السؤال سنتطرق إليه بعد قليل، لكن هنا نريد أن نذكر في جزئية أخرى. تصل الأجسام المتماثلة في الكثافة سطح الأرض في نفس الزمن عند سقوطها، لأنها تتعرض لنفس تأثير الجاذبية الأرضية واحتكاك الهواء يكون متساوي. طبعا الكتلة لا تؤثر في التسارع، لكن هنا المتماثلتان في الكثافة. لكن تسقط الريشة في زمن أكبر من سقوط حجر عند سقوطهم معا بسبب مقاومة الهواء للريشة أكبر، تمام؟ يقل تسارع الجاذبية الأرضية كلما ارتفعنا إلى أعلى لأننا نبتعد عن مركز الأرض. هل تتسارع الأجسام الساقطة سقوطها بنفس المقدار؟ نعم، لأن السرعة والتسارع لا تعتمد على كتلة الأجسام،
وهنا يقصد أنها أيضا تتعرض لنفس تسارع الجاذبية الأرضية. وضح كيف يمكن أن يصل الحجر والريشة إلى ارتفاع في نفس الوقت عند سقوطهما معا في نفس الارتفاع، لأنه عن طريق تفريغ المكان من الهواء. وقبل أن نبدأ في شرح الأمثلة، يمكن أن تكون الأسئلة العملية عن طريق استخدام جهاز السقوط الحر. وجهاز السقوط الحر هو جهاز موجود في المدارس، ولكن في عملية إعطائه في الامتحانات تكون الأسئلة على شكل بالجدول كالتالي. هذا الجدول عبارة عن إزاحة بالمتر والزمن بالثانية، لكن لاستخدام وإيجاد القيم نقوم بإيجاد ضعف المسافة ونقسمها على مربع الزمن، بمعنى أن القيم الموجودة عندك بالمتر نقوم نضربها في 2 لإيجاد ضعف المسافة، فأربعة من عشرة ضرب 2 ثمانية من عشرة، وكذلك 6 من عشرة ضرب 2 1.2، وبالمتر بثمانية من عشرة وتسعة وواحد، ونأتي بمربع الزمن. مربع الزمن المقطع عندنا، ونأخذ فقط أول قيمتين بعد الفاصلة، بمعنى أن تكون لتسهيل القيم. وكما يظهر عندنا على محور الصادات نأخذ ضعف المسافة، وعلى محور السينات نأخذ مربع الزمن. وهنا عند تمثيل هذه القيم تظهر الخط المستقيم الظاهر أمامنا، وهنا ميل الخط المستقيم هو عبارة عن تسارع الجاذبية الأرضية. فلو أخذنا طبعا ميل الخط المستقيم كما نعرف وفي الرياضيات هو دلتا ص على دلتا س، بمعنى لو أخذت أي قيمتين وقمت بطرحهما من محور الصادات تقسيم أي قيمتين متتاليتين من محور السينات، فإن النتيجة تكون هي ميل الخط المستقيم. وهنا ميل الخط المستقيم يمثل تسارع الجاذبية الأرضية. فلو أخذنا قيم بنفس القريبة بنفس التقريب الموجود هنا تكون القراءة 9.8، لكن لأننا أخذنا قيم تقريبية بمعنى نقصنا صاد 2 أو 2 فا 2 ناقص صاد 1 و 2 ناقص 8 من 10 على 2 من 10 ناقص 8 من 100، تكون النتيجة التقريبية 10 متر لكل ثانية تربيع، وهي عبارة عن تسارع الجاذبية الأرضية. لكن لو أخذت القيم كما هي موجودة في الجدول تكون النتيجة 9.8 متر لكل ثانية تربيع. وهذا السؤال يأتي في الامتحانات النهائية يقوم بإعطائك، لأنك لا تستطيع أن تقوم بالعملية عمليا في الامتحان، فيقوم بإعطائك النتائج وأنت فقط تقوم بعملية الحساب. ولنرجع للكتاب، والعالم الذي مثل هذه النظرية هو العالم جاليليو، وأوضحنا أن هذا صورة جهاز السقوط الحر وملحقاته، وهذا الجهاز سنتحدث عنه في فيديو آخر بالتفصيل، وستكون القراءة عملية. وأظهرنا لكم أننا هنا كما كان في السؤال قمنا بإيجاد ضعف المسافة، وهو يقصد بالمسافة في البوابة الأولى والثانية، وسنتحدث عن ذلك في فيديو آخر بالتفصيل، ومربع الزمن، وماذا يمثل الميل في العلاقة، هو يمثل تسارع الجاذبية الأرضية. ما مصادر الخطأ في التجربة؟ مصادر الخطأ في التجربة لو قمت بعملها أن تترك الجهاز بالقرب من الباب ويكون هناك ريح أو هواء، أن تكون المروحة السقف في المختبر تكون تعمل، وهذه أخطاء تكون من أخطاء التي تكون في التجارب. وهنا في حالة أن الأجسام الساقطة، ولقيت في السؤال كلمة سقطة، فإنك تعرف أن في هذه اللحظة عين واحد تعوض عنها بصفر،
و ج هو سالب ج لانه نقصد بالتصاور هو سالب ج متر يكون سالب 10 متر للكوب ثاني تربيع، وكذلك الحال بقيه الكميات ف و ع، ونقصد بالكميات المتجهه ف و ع تكون معوض عنها بالسالب لتسهيل القراءه فقط للاتجاه. لكن لو كانت الاسئله بحركه الجسم بقذف وهي عكس الجاذبية الأرضية تماما، لأن الجاذبية الأرضية تكون للأسفل وحركة الجسم تكون للأعلى في الاتجاه المعاكس، ففا وعين تكون إشارتهما موجبة، بينما التسارع يكون سالب ج يساوي سالب 10 متر لكل ثانية تربيع. وهنا عندما يتحدث أن الجسم مقذوف وكما المثال سنشرحه معوض عن عين 2 تساوي صفر، ولكن سالب ج هو عبارة عن سالب 10 متر لكل ثانية تربيع. وقد يطلب منك زمن التحليق الكلي وهو ضعفي زمن وصول الجسم لأقصى ارتفاع، وسنتحدث عنه. بمعنى أن عندما تأتي بالزين تستخدم زمن الوصول لأقصى ارتفاع. هنا ما هي المعادلات التي نستخدمها؟ هي نفس معادلات التسارع الثابت، لكن نقوم باستبدال تاء بسالب ج، ونذكر هنا كالتالي. وهنا لشرح آلية قاعدة اتجاهات أو إشارات، تكون أن الكميات المتجهة موجبة إذا كانت متجهة لليمين أو للأعلى، وهنا نقصد بالكميات المتجهة السرعة التسارع الإزاح القوة، جميع هذه القوة لو كانت متجهة في ناحية محور السينات الموجبة أي لليمين، أو محور الصادات الموجب أي للأعلى، فإنها تكون موجبة. بينما لو كانت هذه الكميات متجهة للأسفل، ونقصد بهذه الكميات الكميات المتجهة اللي هي السرعة والتسارع والإزاحة والقوة، بمعنى أنها تتجه للأسفل أو محور الصادات السالب أو محور السينات السالب لليسار، فإن جميع هذه الكميات تكون السرعة والتسارع والإزاحة والقوة أو الكميات المتجهة تكون بالسالب، وهذه قاعدة عامة لجميع الكميات المتجهة في الفيزياء. وبما أن عجلة الجاذبية دائما للأسفل، أي أنها في اتجاه محور الصادات السالب، فإن العجلة دائما تكون سالب 9.8 بالسالب، ونقدرها تقريبا سالب 10 متر لكل ثانية تربيع. ولذلك أي كمية متجهة تتجه نحو اليمين أو للأعلى تكون موجبة، وأي كمية متجهة تتجه نحو اليسار أو للأسفل تكون سالبة. بمعنى أن عجلة الجاذبية عندما كان اتجاهها دائما للأسفل، لذا تكون دائما اتجاهها سواء كان مقذوف أو للأعلى أو ساقط للأسفل، فإن اتجاهها دائما تكون بالسالب. لذا قوانين السقوط الحر هي نفس قوانين التسارع الجاذبية الأرضية، هي نفس قوانين التسارع الثابت، لأن عجلة الجاذبية الأرضية هي عبارة عن تسارع ثابت مقدار وهو 10 متر لكل ثانية تربيع. بمعنى أننا نأخذ نفس القوانين، القانون الأول والقانون الثاني والقانون الثالث، لكن نقوم بتعويض بدل تاء بجيم وتكون نفس الكمية. ونذكر أن جسم المقذوف رأسيا للأعلى يكون عين وفاء تكون بالموجب دائما، لكن جيم تكون بالسالب لأنها دائما اتجاه الأسفل، وجسم الساقط رأسيا لأسفل تكون عين وفاء تكون بالسالب، وعجلة الجاذبية تكون بالسالب. في بعض المدرسين يقوم بجسم الساقط بإلغاء السالب على أساس أن الجاذبية تذهب مع إشارة السالب والفاء، في بعض المدرسين ممكن أن نعتبرها صحيحة، لكن فيزيائيا لابد أن نطبق قاعدة الاتجاهات. وهنا قبل أن نبدأ في الأسئلة الحسابية، نريد أن نعطي سؤال، وهو هذا السؤال يتطرق لجزئية أخطر ومن الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير. قذف الجسم رأسيا إلى أعلى بسرعة عين واحد، وهنا عندما يكون القذف للأعلى تكون عين 2 تساوي صفر، فإن الزمن الكلي اللازم لكي يصل الجسم لأقصى ارتفاع ثم يعود إلى نقطة الانطلاق هو كم؟ إذن هنا يريد الزمن، لكن لو لاحظت أنه لم يعطيك ارتفاع فإنك تستطيع هنا في هذه الحالة استخدام القانون الأول،
ونعوض عن عين اثنين بصفر لأنه قال لك أنه قذف. فدائما الإزاحة عند السرعة، السرعة عند أقصى ارتفاع تكون صفر، وهذا الكلام تلاحظه عندما تلعب لعبة ديسكفري، أنك عندما تصل إلى عند أقصى ارتفاع يكون الإزاحة السرعة صفر. بينما عين واحد نعوض عنها، جيم تعوض بسالب لأن نتحدث أنها تتسارع تجاه التسارع الجاذبية للأسفل، وهنا يحتاج الزمن. فعندما ننقل سالب جيم زين إلى الطرف الآخر نتخلص من السالب ونقوم بالقسمة على جيم جيم، فالزمن يكون هنا عين واحد على جيم، وتكون الإجابة هي عبارة عن عين واحد على جيم بالزمن. وهذا من الأسئلة التي تأتي في أسئلة تفكر في الكتاب. وهنا سنتطرق إلى جزئيتين. الجزئية الأولى مثال: سقط صندوق من طائرة ثابتة على ارتفاع 2 كيلومتر سقوطا حرا. وهنا عند كتابة المعطيات معنى سقط أن عين واحد تساوي صفر وجيم سالب جيم، وهذا ارتفاع 2 كيلو. طبعا لا نتعامل بالكيلومتر، فنضرب بضرب 1000، فتكون الإزاحة عبارة عن 2000 متر، لأننا نضرب كل واحد كيلومتر يساوي 1000 متر. وهنا نتذكر أن الإزاحة لأننا نستخدم سقط وهي للأسفل، تكون الإزاحة بإشارتها بالسالب. وبالمثل عجلة الجاذبية الأرضية نعوض عنها بالسالب، وعين واحد تكون صفر لأنه سقط، فيكون الإجابة هي عبارة عن 40000، وأي 4 ضرب 10 أس 4. ولنتخلص من التربيع الموجود نتعامل بالجذر، فجذر 40000 هو 200 متر لكل ثانية، ولا نضع إشارة السالب فقط نكتب بالاتجاه للأسفل. زمن وصوله لأقصى ارتفاع نستطيع الآن. هنا في المطلوب الأول دائما يكون حله معادلة واحدة، وهنا استخدمنا المعادلة الثانية. إذا في المطلوب الثاني تستطيع أن تستخدم إما المعادلة الأولى أو المعادلة الأخيرة، ونستخدم الأولى لأنها أفضل أسرع. فعين اثنان لأن لا نستطيع في المسائل أن نكتب للأسفل، وتحدثنا أن السرعة دائما للأسفل تكون بالسالب، فعوضنا عنها بسالب 2، عين واحد لأنه سقط معوض عنها بصفر، الجاذبية سالب 10 ضرب زين، وهنا تكون الإجابة عند قسمة على 10 زين على 10 وقسمة سالب 2 على 10، طبعا سالب 10 سالب 10 تكون الزمن 20 ثانية. نفس الكلام ولكن بالعكس، لو قذف جسم رأسيا لأعلى فكان أقصى ارتفاع وصله 20 متر، احسب السرعة الابتدائية التي قذفها. هنا قذف 2 هي الصفر، وهنا نلاحظ أننا عوضنا عن عين 2 صفر، لكن لماذا اخترنا هذا السؤال أو هذه المعادلة اللي هي المعادلة الثالثة؟ لأننا لاحظنا أنه من المعطيات والمطلوب الأول لم يكن عندي زمن، والمعادلة الوحيدة التي لا يوجد بها زمن هي المعادلة الأخيرة. عين واحد صفر، عين واحد ناقص 2 جيم تعوض عنها بسالب، طبعا سالب 10 السالب ضرب الموجب، فهنا كانت الإشارة سالب، الإزاحة بالموجب لأنه قذف للأعلى، وعند ضربها تكون سالب 400، ولو أخذناها على الطرف الآخر نتخلص من السالب، فتكون عين واحد تساوي تربيع 400، لأن التخلص من التربيع تكون وعين واحد 20 متر لكل ثانية، بما أنها كانت النتيجة بالموجب باتجاهه للأعلى لأنها قذف، والقذف يكون رأسيا للأعلى. هنا استخدمنا المعادلة الثالثة. في المطلوب الثاني نستطيع أن نستخدم الأولى والثانية، ولكن نستخدم الأولى لأنها أسهل. فعين 2 صفر، الزمن السرعة الابتدائية أوجدناها في المطلوب الأول وهي 20 ناقص جيم 10 ضرب زين، فلو ذهبنا في الطرف الآخر سالب 10 نتخلص من السالب، فسالب 10 زين لو قسمنا ب 10 على الطرفين يكون الناتج 20 أو 2 ثاني. في سؤال: سقط جسم كتلته 20 كيلومتر سقوطا حرا من ارتفاع معين فصل الأرض بعد 3 ثواني. هنا سقط يعني عين واحد تساوي صفر، جيم تساوي سالب 10. الكتلة لا نستخدمها في هذه الأسئلة، لكن في المستقبل هناك أسئلة
لإيجاد الوزن. لكن في السقوط الحر الكتلة لا تؤثر على الوزن سقوطا حرا أي بإهمال مقاومة الهواء. ومعطيك الزمن 3 ثواني، يريد سرعة وصول الجسم عند سطح الأرض والارتفاع الذي سقط منه. هنا هذه هي المعطيات، عين واحد طبعا تساوي 0 لأن هو تحدي فقط. في المطلوب الأول يريد السرعة النهائية، عين 2 طبعا نعوض عنها بسالب عين 2. لماذا؟ لأننا تحدثنا أننا استخدم دائما السقوط تعوض الكميات المتجهة وهي عبارة عن عين والتصاعد وفاء الإزاحة تكون بالسالب. عين 1 0 سالب 10 للجاذبية ضرب الزمن 3 فيطرح 30 متر لكل ثانية لما للأسفل. طبعا السالب مع السالب نتخلص منه. فا تساوي المطلوب الثاني يريد الإزاحة. فنستخدم المطلوب الثاني والقانون الثاني، وقد نستخدم القانون الثالث لأن القانون الثاني والثالث يوجد بهما زمن. فا تساوي عين واحد ضرب زين. طبعا عين واحد صفر لأنه تحدث أنه سقط، الزمن أعطاك إياه 3، عجلة الجاذبية سالب 10 وهنا السالب، ضرب الزمن 3 أرباع. في بعض الطلاب يقوم باختصار النصف مع 2 أرباع وهذا خطأ رياضي شائع، لابد أن تأتي بالتربيع. فثلاثة أرباع هي 9 × 10 = 90، نصف 90 = 45 متر للأسفل لأننا خلصنا السالب من السالب. وهنا سنأتي بأسئلة أخرى. أسئلة: سقط صندوق من طائرة مروحية ثابتة في الهواء فوصل الأرض بسرعة مقدارة 49 متر لكل ثانية، أوجد الارتفاع الطائر الذي سقط به. نلاحظ أنه تحدث لك أنها سقطت، سقطت أي أن عين واحد تساوي 0، جيم سالب جيم سالب 10 متر لكل ثانية، عين 2 سالب 49، طبعا لماذا؟ لأن الكميات متجهة. لو لاحظنا هنا أنه لا يوجد زمن، وما هي المعادلة التي لا يوجد بها زمن؟ هي المعادلة الثالثة. فنستخدم المعادلة الثالثة لإيجاد الحل. ف كما ترون 49 تربيع 2401، والسرعة الابتدائية 0 لأنه تحدث أنها سقط، 2 ضرب جيم وهي سالب 10 في فا، سالب 20 للتخلص منها سالب 20 تقسيم سالب 20 تكون فا هي 120.5%، تقريبا 120 متر للأسفل. لو سؤال آخر: طرق حجر ليسقط من السكون من ارتفاع برج 490، احسب الزمن اللازم حيث يصل الحجم الحجر سقوطا حرا، هو فا تساوي عين واحد في زين زائد نص جيم في زين تربيع. فهنا 490 بالسالب لأنه سقط، الزمن 0 لأنه سقط، نصف 9.8 ضرب زين. ممكن تستخدم 9.8، ممكن تستخدم 10. هنا استخدمنا 9.8 فقط لتسهيل الحل، حيث أن يكون الناتج كما ترون عند تقسيم سالب 4.9 على 4.9 يكون الجواب 100 للتخلص من التربيع، نأخذ فتكون 10 ثواني. وفي المطلوب الثاني نستطيع استخدام القانون الأول والأخير لأننا استخدمنا في المطلوب الأول القانون الثاني، ونستخدم دائما الأول لأنه أسهل في الحل ويكون الناتج كما ترى. وهنا مثال آخر معروض لديكم والإجابة، وحتى لا يطيل الفيديو لديكم هذه السؤال وطريقة إجابته. وهنا أمثلة أخرى على القذف، لكن أذكر أن عندما نقذف يكون عين 2 هو الصفر وفاء وجيم جيم تكون بالسالب. وهنا هي طريقة الحل ظاهرة أمامكم. وهنا سؤال آخر، لكن الاستراتيجية دائما كيف تختار المعادلة الصحيحة؟ وهي عن طريق أن تقوم بإيجاد، لو لاحظت أننا استخدمنا 9.8 لدقة الإجابة فقط، لكن تستطيع أن تستخدم 10 ويكون أسهل
في الحال لديك. طبعا هنا قذف فعين 2 0 ج سالب 9.8 وقد نستخدم 10 ما في لا يوجد مشكلة تسهيل للحل. عين 1 معطيك اياه 58.8 و نستطيع هنا الظاهر انه لم يعطيك زمن فلذا استخدمنا المعادلة الأخيرة لأننا لا نحتاج زمن وهذه طريقة الحل. والزمن نستطيع استخدام القانون الأول في الحل. هنا سنعرض الآن عرض سريع لحل أسئلة الكتاب ولا نريد إطالة الفيديو. وهنا أسئلة الفصل الإزاحة تعريفها والتصارع والسقوط الحر ظهر لديكم. وبالنسبة لحل الأسئلة اختار والمسافة. طبعا سؤال المثالة عرضناه في فيديو آخر تستطيع الرجوع عليه وتحدثت عنه بالتفصيل. والمقارنة بالإزاحة والمسافة وتحدثنا عنه بشكل كامل بالتفصيل. وهنا سنتحدث عن السؤال الخامس. هذا اللي كان في فيديو سابق وتستطيع الرجوع إليه لمعرفة شرح هذه الجزئيات. وسنعرض الأسئلة هنا. لو لاحظنا معطيك أسئلة وقلنا هذه الأسئلة تكون في الامتحانات النهائية لأنها تكون أفضل في عملية عرض الجزء العملي. وهنا أعطاك تصارع لعربة تتحرك كتلتها 1 كيلوغرام وعلى مستوى أفقي. وهنا الزمن والسرعة ويريد منك أن تمثلها بيانيا وأن تأتي بالإزاحة العربة وتصارعها. وقلنا هنا أن التصارع عبارة عن الميل ويكون الحل كالتالي عند عملية التمثيل كانت كالتالي. والميل هو ميل هو عبارة عن دلتا عين على دلتا زين واستطعنا أن نوجد التصارع. والإزاحة تكون إزاحة شبه المنحرف. طبعا مساحة شبه المنحرف طبعا الإزاحة هنا للعلم تكون عبارة عن مساحة الشكل تحت المنحنى عين زين. وهنا مساحة الشبه المنحرف هو نصف مجموع القاعدتين المتوازيتين الارتفاع. طبعا القاعدة الأولى عبارة عن من محصورة من 1 إلى 6 فتكون وآسف الجزء الأول هي الإزاحة الجزء المتوازي الضلع المتوازي هو عند 6 والجزء الآخر المتوازي يكون عند 54 والمسافة المحصورة بينهما هي الارتفاع وتكون كالتالي. في الشكل الآخر في السؤال الآخر نعطيك عدة أشكال. دائما ننظر إلى محور الصادات. محور الصادات هنا هو سرعة. إذا نتحدث عن سرعة مع زمن. والإجابة تكون كالتالي. في طبعا يريد في ألف باء سرعة تتزايد بانتظام التصارع ثابت. ونفس الكلام يتكرر في الجزء ها. في الجيم سرعة التناقص بانتظام في التصارع الثابت في صفر والسرعة لأن في دال كما نرى في دال هو نقطة هنا جيم دال هو جسم ثابت لا يتحرك فبالتالي السرعة ثابتة. بالنسبة للسؤال السابع طريقة الحل المطلوب الأول والثاني لا يوجد بهم شيء. لكن في الثانية العاشر يوجد طريقتين للحل لأنه يريد لحساب الإزاحة التي قطعت في الثانية العاشرة فقط. فنحسب الزمن في الإزاحة الثانية التاسعة بالطريقة التي تظهر لديكم. وهذا المطلوب الأول لا يوجد به مشاكل وتحدثنا عنه في فيديو سابق. تستطيع أن في صندوق الوصف عنوان الفيديو. وفي الطريقة الأخرى كما كالتالي أنك الزمن في خلال الثانية عشرة نأتي بالزمن في الثانية العاشرة ثم في الثانية 9 ثواني ونطرحهما. لكن يوجد طريقة أخرى وهي عن طريقة الرسم البياني وحساب المساحة الشبه المنحرف كما يظهر لديكم في هذا الجزء. لكن
حتى لا يطيل الفيديو سنعرض الجزئية الأخيرة. والسؤال الثامن، نأسف على هذه الرسمة وهم لا نقصد، هنا زمن التحليق ما تحدث أنه ضعف زمن أو. نرجو أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. بالنسبة للأسئلة الفصل عرضناها حلها كعرض حتى لا يطيل الفيديو. لو أردتم أن نقوم بشرحها بفيديو مستقل فاكتبوا ذلك في صندوق التعليقات وسنقوم بعرضها في فيديو سابق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من صالح دعائكم ونذكركم بالاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.